تابع للمكتب وطبعا ذات بحث كل تحت طبعا كان العيشة للأخذ المشاهد العيشة اللقطة أكثر من مرة لو شوفت للجمال الشيخ محمد شوفت لعبة الكورة بالرغم من الحاكم مساعد والحاكم مصير شوف يا عم شوف شوف كورة ما نصدعش معليش أنا رجل أنا رجل تحديدا رجل أنا رجل هذا رجل اليوم واحدة واحدة هذا يكون واحد وصف الاستحقاق والضرب الجزاء سبحان الله تقدم شغل المدافع يلمس الكورة هل تمشي الكورة يلمس الكورة قبل المهاجم المدافع كان ذكي استنى المهاجم ان يقدم الكورة يلعبها ثم ينقض عليها يلعبها وبالتالي طبعا اللاعب يشوف الساق بتاعه نقطة طبعا المهاجم يسقط على الارض مش مخالفة لان المدافع لعب بالكورة كان المفروض على الحكم ان يرجع اللاعب لضرب الزاوية ولا وجود لضرب الجزاء لان اللاعب الهم الوحيد لعب الكورة وغير اتجاه الكورة لانه هو اللي خرجها في ضربة الزاوية لا هو اللي هم ترون هذه الزاوية الأخرى قد تكون أوضح فيه من تنحى في كل الحياة تشوف المدافع هو اللي يلعب الكورة طبعا ما بقي عقد بتاع المهاجم لازم طبعا وقت شاف الكورة تفقدها فيرمي نفسه وهو ما كناش نجم ضربة الجزاء